حينما نلتف سويا ونكون يد واحدة سنصنع المعجزات. ما هي المعجزات؟ مشاريع تحافظ على بلدنا بصرف النظر على أن يتغير هذا ويتغير ذاك. فالكل يشكك في قدرة الشعب المصري، ولكن قدرة هذا الشعب قدرة عظيمة وقدرة قوية، ولكن حينما نضع يدنا يد واحدة وحينما يكون هناك صدق، وأنا أرى أن نحن صادقين مع أنفسنا ومع شعبنا في هذه الدعوة، أن تكون هناك شركة مساهمة لصالح هذا الشعب عن طريق مشروع الجنيه، وسيحقق إنجازات. وأنا أعلم أن هذه الدعوة ستزلزل من بالخارج، لأن حينما يعلم من بالخارج أن هناك شعب يتحرك ويعتمد على نفسه، هذا هي الضربة القاضية للخارج، لأننا في ذلك الحين لا نحتاج إلى صندوق النقد ولا إلى خلافه، ولكن مشروع يبنيها الشعب ويجني ثمارها ونبني بلدنا العظيمة. ولا أحب أن أطيل عليكم، ولكن أقدم زميلي وأخويا الأستاذ طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم شباب مصر من السادة الاعلاميين والزملاء المحامين المتواجدين في القاعة. اهلا بكم مرة تانية في قلعة من قلاع الحريات في مصر. حابين نقول بس في بداية الحديث معاكم ان الفكرة جت لما لقينا ان بعد ثورة بيضاء عظيمة قام بها الشعب المصري البسيط، مش القيادات السياسية، اللي قام بالثورة الشعب المصري البسيط اللي نزل ودافع عن مصر هو شباب مصر وشعبها البسيط. ولكن للأسف بعد نجاح الثورة محدش بص للناس دي، كله دخل في صراعات سياسية على المناصب وعلى الكراسي، ونسوا شعبنا البسيط، الشعب البسيط اللي احنا كلنا منه، اللي انا منه انا وزمايلي. عشان كده احنا فكرنا في المشروع ده، فكرنا ازاي نكافئ الشعب البسيط على قيامه بثورة مجيدة هي ثورة 25 يناير. ان هو ثبت في ميدان التحرير وثبت في الميادين العامة في كل مصر لغاية ما الثورة نجحت. كان لازم الشعب ده يكافئ، ولكن للأسف في غضون الصراع السياسي اتنسى الطبقة الوسطى، الطبقة اللي مش فارقه معاها مين رئيس الجمهوريه او مين رئيس الوزراء او مين اللي ماسك محافظ القاهره او محافظ الجيزه او مين ماسك في عضو في مجلس الشعب او الشورى. كان الهدف بتاعهم هدف بسيط جدا، انه يعيشوا حياه كريمه في جو نظيف وطاهر، يعلموا اولادهم، ابنهم اللي صرفوا عليه كل السنوات دي يلاقي شغله شريفه وطيبه يتعايش منها. للاسف كلنا نسينا الناس دي، فإحنا عشان إحنا من الطبقة الوسطى ديت، عشان إحنا اللي قلنا يا أهالينا انضموا لينا، إحنا بندور على أهالينا وبنحاول نساعدهم بالمشروع ده. هو ده أساس الحديث، هو ده أساس الفكرة. أساس الفكرة ملهاش أي منحنى سياسي، المنحنى شعبي بحت، مشروع شعبي بحت، أساسه إن إحنا عايزين نبني مصر. نبنيها إزاي؟ نبنيها بمال الشعب وبجهد الشعب وبعمل الشعب. الشعب نفسه هيبقى صاحب المشاريع اللي احنا هنوصل ليها مع الشعب. احنا هنفتح باب تلقي المشاريع اللي الشعب محتاجها. هنقول لكل اصحاب الفكرة الاقتصادية، هنخاطب اساتذة جامعات اقتصاديين، هنخاطب شخصيات عامة الغير منتمين لاي احزاب سياسية. احنا هنبعد عن السياسة خالص في المشروع ده. المشروع ده شعبي بحت. اي حد منضم لحزب حرية وعدالة او النور السلفي او الحزب الدستور او حزب الناصري او الحزب العمل او اي حزب سياسي موجود في مصر، احنا مش هندخل احزاب سياسية في الموضوع. احنا هنخاطب الشعب المصري البسيط، حتى رجال الاعمال
والقطاعات السياسية الموجودة في مصر هي الغير منتوية الغير منتمية سياسيا لأي حزب سياسي، الغير متحملة لأهداف سياسية بحتة. احنا عايزين المواطن المصري بس، المواطن المصري اللي عايز ينهي مشكلة البطالة، اللي عايز ينهي مشكلة النظافة، اللي عايز يلغي الأمية في مصر. هم دول الأهداف أو الفئة المستهدفة من المشروع ده. احنا مش هنقول احنا بنطلق مشروع الجنيه عشان نلم جنيهات للناس، لا، الجنيه ده هيمتلك به المواطن سهم في مشروع هو بيديره. واحنا مش هنفتح باب التلقي شراء الأسهم أو الاكتتاب العام إلا بعد ما نكون مجلس إدارة من الشخصيات العامة والاقتصادية غير المنتمية حزبيا لأي حزب سياسي. احنا بنقول تاني، احنا عارفين ان احنا فتحنا النار وان احنا دخلنا في منطقة شائكة جدا، وان احنا ممكن الصبح يتقال علينا كذا ويتقال علينا كذا ويتقال علينا كذا، لان احنا بنفكر في اللي ما فكرش فيه حد. للأسف كل حد بيشتغل سياسة في مصر بيشتغل يا لمصلحته الشخصية يا مصلحته الحزبية، وده ما هوش عيب، احنا مش بنعيب الناس دي في حاجة ولا احنا ضد حد، احنا مع الشعب المصري، احنا بنفكر في مصلحة الشعب المصري، هو ده أساس المشروع. عايزين نشرحه ازاي او ننتهج النهج اللي هننتهجه في هذا المشروع ازاي؟ أساسه البداية، احنا أطلقنا المشروع النهاردة بفضلكم، بفضل الإخوة الإعلاميين الشرفاء الشباب اللي أنا شايفهم اللي هم فعلا اللي هيستفيدوا من المشاريع ديت، مش إحنا. إحنا خلاص يعني أنا أصغر زمايلي سنا 45 سنة، إحنا خلاص إحنا بنبص للشباب وبنبص لأولادنا. أنا بأمل من المشروع ده إنه يعلم ابني وإنه يعلم الزملاء ويعلم أولادنا وأحفادنا، ويبقى مشروع يبتدي الناس كلها تذكره زي مشروع الجنيه، مشروع القرش اللي احنا اتكلمنا عنه، وكلمنا عن الاستاذ احمد حسين وعن الاخوه اللي دعوا للموضوع دوت. احنا بنتكلم يا جماعه مش اهداف شخصيه، احنا ملناش اهداف شخصيه في هذا المشروع، هدفنا ان احنا نكافئ اهالينا اللي احنا نادينا بيهم في ثوره 25 يناير وانضموا وتواجدوا في الثوره وابتدوا يساعدونا، وهم مش احنا. احنا على فكرة اللي دعوا للثورة او اشتغلوا في الثورة في بدايتها هم اللي كانوا موجودين يوم 25 يناير بس. اما اللي نجح الثورة اهلينا وشعبنا، اهلنا وشعبنا اللي الناس كلها نسيتهم. احنا عاملين مشروع الجنيه ده للناس دي. هيشتغل ازاي؟ اولا احنا هندعو رجال اعمال ورجال اقتصاديين بعيدين عن السياسة، شخصيات عامة، بعد ما هيجتمع عدد معين منهم وليكن 500 واحد، هنعمل لهم انتخابات داخلية ننتخب من خلالهم مجلس إدارة. المجلس إدارة دوت هنكون بيه، هنخاطب بيه البنك المركزي يفتح لنا حساب باسم مجلس الإدارة ده بالشركة اللي هيكونوها. احنا مش هنتدخل في الموضوع، احنا بنحط النبتة الأولى لشجرة الشعب اللي احنا أطلقناه مشروع الشعب بشجرة الشعب. هنحط النبتة الأولى إن احنا نكون الناس دي، نطلق الفكرة ونكون مجلس الإدارة، ويبتدي هو يناقش المشروع ويبتدي يفتح له مجالات العمل. هو ده هدفنا. بعد ما هنكون مجلس الإدارة هنفتح الحساب للشعب المصري يمتلك، مش هيتبرع، في فرق بين التبرع والتملك، هو هيمتلك، هيشتري سهم وهيبقى معاه وصل من البنك، من البنك، البنوك الحكومية، بنك مصر أو البنك الأهلي أو بنك القاهرة، البنوك الحكومية. وهنخاطب السيد رئيس الوزراء عشان يبتدي يرعى الحالة ديت من الناحية كيفية تطبيقها عمليا. وهنتلقى من شباب مصر اللي هم أبو الاختراع. الشاب المصري يا جماعة من أذكى شباب العالم وعندهم مشاريع، وإحنا فعلا بالفعل جالنا أكثر من 20 مشروع في خلال بس ال 48 ساعة اللي احنا ابتدينا نتناقش في المشروع. مشروعات جميلة جدا وهتحل أزمات اقتصادية جدا، واحنا أساس عملنا التجارب الاقتصادية السابقة اللي تمت في محور العالم. وقدامنا مثل الصين، ملايين البشر اللي موجودة في الصين ديت قدرت تحول بلدها وتحول مشكلة التكدس السكاني ده إلى قوة اقتصادية كبيرة جدا باستغلال الثورة البشرية. احنا عايزين ده،
يعني بدل ما يبقى عندنا مشكلة بطالة نستغل مشكلة البطالة ان تبقى ثورة عفوا تبقى ثورة قومية ونستغلهم ونشغلهم، ويبقى المشروع لما يبقى المشروع بتاعهم هم دول اللي هيبنوه، هم دول اللي هيحافظوا عليه، مش هنلاقي حد يخرب مشروع، مش هنلاقي عمال هيحتاجوا عشان يزودوا الأجر، لأن هم هيعرفوا إن المشروع ده بتاعهم لو نجح هيبقى ليهم، لو نما وكبر هيبقى عشانهم هم، يبقى هم اللي هيحافظوا عليه، لأن في النهاية هيبقى المشروع بتاع الشعب المصري. هنبتدي نعمل له كتل صغيرة جدا في الأحياء، زي على سبيل المثال مشروع النظافة. مشروع النظافة احنا عندنا مشكلة من مخلفات مخلفات الأحياء. مشكلة مخلفات الأحياء دي بدل ما هي عاملة مشكلة صحية ومشكلة نظافة ومشكلة لأولادنا وأطفالنا، لا ده احنا هنخليها تجارة يتربح منها أهالي الحي. لما ياخدوا المخلفات دي ويبتدوا يصنعوها ويعملوها أسمدة أو يودوها مصانع الحديد أو يودوها مصانع الصفيح أو يودوها مصانع البلاستيك ويبتدوا يكتسبوا منها ويكتسبوا من وراها، هيبقى الشكل جميل جدا، لأن إحنا يا شعب إحنا اللي هنبني، إحنا مش هنستنى حكومة تبني. لو استنينا حكومة في ظل الطحن السياسي اللي موجود في مصر، يعني إحنا في مرحلة دلوقتي اسمها مرحلة سياسيا تكسير العظام، هم بيكسروا عظم بعض. لو استنينا الحكومة أو استنينا الأحزاب أو استنينا ثورة تانية أو ثورة تالتة كيفما يقال، الشعب ده مش هيلاقي ياكل وهنوصل لمرحلة ثورة الجياع. احنا عايزين نخاطب فئة شعب مصر البسيط، انا مش عايز اقول الفقير، شعب مصر البسيط. احنا عايزين نوصل ليبقى الشعب المصري فئتين بس مش ثلاث فئات. الشعب المصري دلوقتي الفئة العليا اللي هم بيعملوا دلوقتي سياسة، والفئة المتوسطة اللي هم طبقة الموظفين وبعض أصحاب المحلات والمشاريع التجارية، والطبقة الفقيرة اللي هي بتزيد عن 60% أو 65%. إحنا هنخليهم طبقتين بس إن شاء الله بالمشروع ده وبتكاتفكم. أنا عايز أقول إن دور الإعلام في هذا الأمر دور جوهري ومهم جدا جدا جدا، يعني بدل